ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للتوقعات ديالنا ديال المباراه ديال اليوم اللي تجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الشيلي، هي نظرا لعده حسابات، الا كانوا المدربين بجوج غيدخلوا بالتشكيله الرسميه ديال الفريقين بجوج، راه غادي نشوفوا واحد المستوى زوين ديال الكره، وغادي نشوفوا حتى النتيجه غتقدر تكون في صالح المنتخب المغربي. ولكن لا دخلوا المدربين بجوج باش يجربوا اللعابه جداد، ولا بغي يشوفوا تشكيله اخرى ولا تشكيله الثانيه، تنظن بان المباراه غادي تكون ماشي بنفس المنتوجيه ولا بنفس المردوديه، وغتكون في صالح المنتخب ديال الشيلي. وحنا كنبغيو نوجه واحد الرساله ولا واحد النداء للمنتخب الوطني المغربي، حنا تنوقفوا معاهم ديما في كاس العالم اللي فات في روسيا، مشينا تفرجنا في روسيا وقفنا معاهم، وهذا العام ان شاء الله غادي نمشيو لقطر باش نساندوهم هنايا من كساكنه ديال المغرب ولا ساكنه ديال مدينه بني ملال، وكنطالبوهم باش يرقيو من المستوى ديالهم، ونساو ديك الروايه ديال العام الجاي العام الجاي الشهر الجاي سميتو، بان راه المنتخب المغربي وتيشهد ليه العالم كامل والجماهير المغربيه بان راه تتصنف مع في المراتب الاولى من ناحيه ديال التشجيع ومن ناحيه ديال التأييد والمسانده للمنتخب المغربي. وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بي على قناه الدار. المهم التوقعات ديالي لهذه المباراه، غادي تكون واحد المباراة مزيانة باش نكتشفوا المنتخب ديالنا. التوقع ديالي أننا غنفوز بواحد النتيجة ديال 2-0 لصالح المنتخب المغربي، بحكم كاين أسماء جديدة ورجوع حكيم زياش اللي غاب عنا واحد المدة هذي، وتنتمنوا نفوز. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.